حكومه امير المؤمنين ببقيه الحكومات التي كانت في ذلك العهد الحكومات غالبا يستخدمون كل وسيله للبقاء الهدف هو البقاء هذا هو انا قاعد على هذا الكرسي يجب ان اظل في هذا الكرسي هذا هو المنطق المقام لا يفهم الحق والباطل حق باطل مو مهم المهم ابقى هنا أنا. ابقى في هذا المكان قال معاويه حتى يكون مهري يعني خاتمي مكان خاتم علي انا اختم انا اختم مو علي هو الذي يختم صلوات الله على علي هذا هو الهدف هسه شنو يجي لتحقيق هذا الهدف أي شيء يجي لتحقيق هذا الهدف من حلال وحرام ومنكر وباطل وحق مو مهم الهدف والعياذ بالله هو المقام هذا منطق كثير من الحكومة منطق كثير من السلطات المهم أن أبقى هذا هو الهدف ولكن عليا صلوات الله عليه لاحظوا هذه الكلمه والله الإمام يحلف ولا يحتاج إلى حلف لو أُعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها هذا الملك العريض هذه الحكومة العريضة هذا المقام في شنو؟ في كذبه مو في كذبه. قال له ابايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين. الامام قال: اما كتاب الله وسنة نبيه فنعم واما سيرة الشيخين فلا، ما اقبل سيرة الشيخين. انا اقبل سيرة النبي صلى الله عليه واله، ما اقبل سيرة واحد اخر. سيرة النبي هي الحجة. موسيرة زيد وعامر كذبه واحده فوت كل ذلك الملك راح راح خل الخلافه تروح خل لا يهم المؤمن ذلك المؤمن حدي في مواقفه ليذهب الملك فليذهب لتذهب الخلافه فلتذهب ليذهب المال والثراء فليذهب إذا أنا ما أكذب في هذه المعاملة ما أربح في التجارة، لا تربح في التجارة، مو ضروري تربح في التجارة. إذا أنا لا أكذب في المعاملة، لا أخوش، لا أخدع، ما أتمكن أعيش. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مو الإمام يتنازل عن هذا الملك العريض. مقابل أن لا يكذب يقول والله أكثر من هذا لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة مو يقتل نملة وإنما أسلبها جلب شعيره كل هذا الملك العريض مقابل تجي الى نمله وتسلبها جلبه شعيره يا علي تقبل؟ ابدا ما اقبل يروح الملك خلي يروح الملك تروح الاموال خلي تروح الاموال ما فعلت وان دنياكم هذه كل هذه الاموال كل هذه الثروات كل هذا المقام والجاح لاهون عندي من ورقه في فم جراده تقضمها، شايفين الجراد؟ في الساحات والاسواق والشوارع لعله جراده في فمها ورقه تقضمها، شنو قيمه هاي الورقه عندك؟ شنو قيمتها؟ اي قيمه ما؟ لا تلتفت الى هذه الورقه. وقد لا تلتفت إلى تلك الجرادة ما لها قيمة الجرادة لها قيمة عندك ولا الورق هذه الدنيا كلها مو الكرة الأرضية كل الدنيا وإن دنياكم هذه أهون عندي من ورقة في فم جرادة تقضمها ما لعلي ونعيم يفنى ولذة لا تبقى شنو قيمة هذه الدنيا في نظر علي صلوات الله عليه شنو قيمة هذه الدنيا في نظر أتباع علي صلوات الله عليه شنو قيمة ما لها قيمة ذهب وفضة كلاهما عنده حجر ما كفر السيد البروجردي رحمة الله عليه كان يقول مهما كان في تواضعا كان يقول مهما كان فيه من النواقص ولكن انا مطمئن المال ما يغيرني ما له قيمه المال عم. المرجع الاعلى كان في زمانه والملايين كانت تنهاله ما تغير حتى الى اخريات حياته كان يعيش عيشه متواضعه كان عنده ملك ما ادري في بروجيرت شنو كان عنده كان يتعايش من ذاك الملك وعاش عيشه متواضعه الان روحوا شوفوا بيته في قوم بيت متواضع بيت عادي من البيوت كان يتمكن يمتلك الملايين والبيوت والعقارات ما له قال انا مطمئن ان المال ما يغيرني هذا من يسير على نهج علي صلوات الله عليه ما لعلي ونعيم يفنى ولذه لا تبقى نعوذ بالله من سبات العقل وقبح الزلل